هلا يا جماعة، أنا سارة الرفاعي وذا كيتشن كيس. كلنا عندنا كاتنج بولز خشب، بس دايما بنخاف من الخشب عشان المية وعلشان عمره مش طويل. في الأبيسود النهاردة هنشوف إزاي نخسر ونحافظ على كاتنج بولز الخشب. لما نستخدم الكاتنج بولز الخشب، احسن حاجه ان احنا نغسلها على طول، ما نسيبش الاكل يلزق عليها. تتغسل بميه مش سخنه وبصابون وسبونج عادي جدا. مع الاستخدام الكتير الكاتنج بولز بيبتدي يبقى ليها ريحه وبتاخد ريحه الاكل. كل اسبوعين ثلاثه محتاجين نعملها بليمون وبيكنج صودا علشان نطلع منها اي ريحه خالص. لما نغسل الكاتنج بولز لازم ننشفها فوطه على طول، وبعد كده نسندها على الحيطه عشان نضمن ان التهويه توصل لها من كل حته لحد ما تنشف خالص. وعشان نحافظ على كواليتي الخشب بتاعه الكاتنج بولز، هنعمل لها حاجه اسمها سيزنينج. كل شهر هنمسحها بالزيت ونسيبها من غير ما نغسلها. في الابيسود بتاعه النهارده شفنا ازاي نغسل الكاتنج بولز الخشب ونحافظ عليها عشان تعيش معانا كتير في المطبخ. لو عندكم اي تيبس او كيز عايزين تعرفوها ابعتوا لي في الكومنتس، واستنوني في الابيسود الجاي.